شفنا في الجريدة خبر صاعق انه يطلع من هيئة السياحة. هيئة السياحة مفروض يكون عندها اخبار تفجر. اعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن اطلاق نشاط ترفيهي جديد للقطاع السياحي في مملكة البحرين من خلال توفير عربات خيول ذات شكل مميز توفر للسياح والزوار وحتى المواطنين والمقيمين تجربة مميزة للتنزه في الهواء الطلق. بعدين وتباع التذاكر في موقع مقابل دينار للشخص الواحد، كما أن الرحلة تستغرق 20 دقيقة وتستوعب كل عربة ما يصل 7 ركاب في المرة الواحدة. وأوسط الهيئة بالحضور باكرا لضمان الحجز في الرحلة لهذه الخدمة المميزة وخصوصا وقت الغروب. يعني أنا هل هيئة السياحة اليوم نبي نوصل إلى المليارات جايب عربات بدينار الشخص؟ هل هذه دور السياحة؟ هل هذه دور هيئة سياحية في دولة سياحية تعتبر روحها؟ إن اليوم برنامج عمل تعافي الاقتصادي حاطين بند كامل عن السياحة،